مرحبا، أنا الدكتور علاء علي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. من أهم أعراض مشاكل الجهاز الهضمي والكبد التي تستدعي الذهاب إلى الطوارئ هي ألم شديد أو متواصل، وخصوصاً عند الضغط على البطن، وقد يكون ذلك مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة أو اصفرار في بياض العين. ومن أهم الأعراض أيضاً نزف الجهاز الهضمي، وذلك يكون على شكل استفراغ أو إسهال مصحوب بدم متكرر، مع مراعاة أن مادة شديدة السوائل في الاستفراغ أو الإسهال هي أيضاً من علامات نزيف الجهاز الهضمي. ونتمنى لكم الصحة والعافية.